السلام عليكم. فيديو راح يكون سريع وخفيف ونضيف كلهم كلمتين على بعضهم يا جماعة الخير، وخير الكلام ما قل ودل. كل عام وانتم بخير أول شيء، وترقبوا مني سلسلة يعني ما راح تكون يومية، شبه يومية راح نحكي فيها عن صفقات الأندية. مثلا ناخذ برشلونة، ناخذ ريال مدريد، ناخذ توتنهام، أرسنال، نيوكاسل يونايتد، ربما ليفربول، مانشستر سيتي، اليوفي، البيج ميلان، انتر ميلان. يعني رح احاول قدر الامكان اذا لقيت عندي وقت ان شاء الله تعالى رح بلش بهي السلسله. واليوم مباشره قبل شوي تم تصوير حلقه برشلونه ورح تنزل ان شاء الله تعالى قريبا، بناخذ فيها كل فريق بنشوف تحركاته وكيف عم يفكر هذا الفريق بكل بساطة. فاليوم راح تكون مقدمة راح أخذ فيها مانشستر يونايتد، لكن ببساطة لا راح أحكي عن صفقات المتوقعة ولا حتى المنطقية. ليش؟ بكل بساطة لأن اليونايتد هو أعقد وضع حرفيا بكل الأندية، لأنه فريق عم يخلع ثوب وعم يلبس ثوب جديد حرفيا، أو فيكن تقول عم يلبس ثوب وهوية جديدة فوق كل الثقافات اللي مرقت عليه من لما راح السير أليكس فيرجسون. بداية لما لازم نفهم شو المطلوب من مانشستر يونايتد، وهذا هو محور حديثنا، حتى ينجح مع إيريك تين هاج، أو شو مطلوب حتى ينجح تنهاج مع مانشستر يونايتد. بكل بساطة لازم نرجع شوي لورا، وهذا فيديو عملت على القناة الأساسية واللي هي مقهى الرياضة عن موضوع مانشستر يونايتد والأرث الكروي من لما رحل السير ولا حتى يومنا هذا، وليش السقوط مستمر. وحكيت بأنه كانت المشكلة هي وجود السير بحد ذاته، بقصد وجوده بالفترة الطويلة اللي قطعت تقريبا العشرين سنة. هل يعني أنه هذا كان سيء؟ لا، لكن بحكي انه دائما لما يكون معك مدرب لفتره طويله، عقد او عقدين من الزمن، بيصير المدرب هو ثقافه النادي، واصبح فيرجسون هو ثقافه مانشستر يونايتد حرفيا. فلما رحل مباشره وسلم وراء ديفيد مويس واللي كان بتوصيه من فيرجسون نفسه، مويس كان مدرب ناشئ وجديد وواعد وكذا، لكن انصدم بانه المطالب منه انك تكون فيرجسون مباشره. فلذلك هو ما تحمل الضغط مع انه نفس اللاعبين نفس الكتيبه استلامه جاهزه من فيرجسون، لكن ما حسن يحقق النجاح المطلوب فتمت اقالته مباشره. بعدها شالوا ديفيد مويس وجابوا واحد من مدرسه مختلفه جدا، لا هو من ثقافه مويس ولا هو من ثقافه النادي الاساسيه واللي هي ايرث فيرجسون، فراحوا جابوا فان خال ابن الكره الشامله. ففشل فشل ذريع بكل معنى الكلمه، مع انه عملوا له صفقات بيحلم فيها اي مدرب بالعالم. تمت الإطاحة فيه مباشرة وجلبوا جوزيه مورينيو ابن المدرسة الدفاعية. تخيل التغير من كرة شاملة إلى مدرسة دفاعية. بعرف مورينيو ما بيلعب دفاع بحت، لكن بشكل عام هو ابن المدرسة الدفاعية، بقصد بشكل عام كفلسفة قاعدة، كقاعدة فلسفة تقريبا هو ابن المدرسة الدفاعية. فشو هذا التضارب اللي عم تشتغل فيه إدارة مانشستر؟ بعدها طيروا مورينيو لأنه على أساس فشل معن، لكن هو حكى أنه أنا أفضل إنجاز حققته أني جبت المركز الثاني مع مانشستر يونايتد، واكتشفنا بعد كم سنة أنه كان كلام لسبيشال وان على حق 100%. تم الإطاحة فيه وجلبوا أسطورة من أساطير النادي وصاحب الهدف التاريخي لليونايتد، ألا وهو أولي جونال سولسكاير. لكن شو صار؟ كلياتنا بنعرف القصة، ويعني انحدر مستوى اليونايتد فنيا وحتى في غرفة خلع الملابس إلى ما دون القاع حرفيا. بعد طيروا سولشاير وجابوا رالف رانغنيك واللي اثبت بعد 6 شهور بس انه لا خرج يستلم تدريب ولا شيء، خليك بالاداره الفنيه لك اخي، وباكتشاف المواهب بيكون احسن. طيروا ورجعوا لتنهاج ابن المدرسه الشامله. فهون شو مطلوب من مانشستر؟ مطلوب ان تكون وعيت وعرفت انه فعلا لازم تجيب مدرب انت تحطه تصبر عليه تعطيه عقد طويل الامد، وتفهموا انه مو مطلوب منك انت من اول موسم تجيب لي ابطال ولا تتاهل على مركز رابع ولا ثالث، لا 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 لا، المطلوب منك تبني ثقافه جديده بهذا النادي وتصبر عليه وتدعمه بما يطلب وتحميه قدر الامكان من الاعلام، ما يكون اعلام مانشستر يونايتد والاعلام الانجليزي كلهم مع بعض ضد إيريك تين هاج. ايضا يبعدوا اساطير النادي مثل واين روني والسير ايضا أليكس فيرجسون اللي لا زال لحد هي اللحظه له كلمه مسموعه، بل وهو الامر الناهي بكتيبة الشياطين الحمر. هذا الشيء او تقريبا هو كل شيء مطلوب من اداره اليونايتد، تعطيه المساحه من الاريحيه والراحه وتلبي له طلباته بسوق الانتقالات وتقول له خذ لك اخي اشتغل وابني الفريق من الصفر. ليش؟ لانه مانشستر يونايتد حرفيا لحد الان ما فهمت الاداره انه عم يخلع ثوب ثقافه قديمه وما عرف يخلعه صح لحد الان بسبب تبديل المدربين مع اختلاف ثقافات وافكار. ثبت مدرب، ثبت ثقافة، خليه يبني لك اياها بمعقل اولد ترافولد و90% حتاخذ نتائج مرضية، لكن بعد عدة سنوات. شوفوا على سبيل المثال، مجرد مثال صغير، الارسنال ربما ينجح وربما لا، لكن حط ميكل ارتيتا امن بثقافته، عطى عقد 5 سنوات للامام، اعمل يلي بدك اياه وخذ التدعيمات يلي بتطلبها، بعد 5 سنين نتواجه وليس اليوم. اذا بدك تحاسبه من اول موسم لا الشيخ تنهاج فاعتبره مقال من الان، سواء اداره
أو حتى جماهير. هذا رأيي، حطوا رأيكم بالتعليقات، خلينا نتناقش وديا. نشوفكم على خير إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.